الحمد لله والصلاة والسلام على الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم ارض عنا شيخنا وعن والديه من الحاضرين والمسلمين. قال وسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وما زلنا مع كتاب القدر. قال رحمه الله: باب المعصوم من عصم الله. قال: عاصم مانع. قال مجاهد رحمه الله: سدا عن الحق يترددون في سدا عن الحق يترددون في الضلالة، دساها أغواها. قال رحمه الله: حدثنا عبدان. عبدان من من؟ عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال: أخبرنا عبد الله. عبد الله هنا عبد الله بن وهب أعتقد. ولا عبد الله بن مبارك رحمه الله. لا عبد الله بن وهب. هو السلسلة عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب يحدث عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. لا ابن المبارك أيضا يحدث، لكن طيب يبقى على القاعدة عبد الله بن مبارك رجل مبارك. نعم. قال أخبرنا يونس. يونس بن يزيد الأيلي من ثقات بمكان ثقة سبت، وهو أيضا من ثقات الرواة عن الزهري. قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قوله أنه من الفقهاء السبعة. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله سعد عنه. سعد مالك بن سنان هو من السبعة المكثرين عن أبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. الله أكبر. اللهم انا احسن بك الظن وانت ارحم الراحمين. هنا في هذا الباب تبويب على ان المعصوم من عصمه الله جل في علاه، فيها رد على الجهميه وان المساله دائره على فعل الله جل في علاه، وهم ينكرون ذلك ويقولون بان العبد يفعل لنفسه، وهذه مشكله كبيره في تغريب عين الشرع عين او عين الواقع والماده على عين القدر في النظر الى قدره الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه. حقيقة الأمر إن أنت الآن تقف تقول: وهو من بينهما؟ أقول: إذا أردت أن تعلم حاله فانظر إلى أميلهما فأعطيه حكمه. المعنى انظر أي إلى من يميل، إلى من يميل ميله الأغلب لمن؟ تارة يميل لبطانة الخير، تارة يميل لبطانة الشر، هذا مذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء حتى يجعله الله جل في علاه في طائفة فيعطيه حكمها. فإذا كان أميل لبطانة الشر فهو من أهل الشر، وإذا كان أميل لبطانة الخير فهو من أهل الخير. فهنا الله تعالى يعطيه حكمه في ميله، ولذلك هذا اختبار أيضا من الله جل في علاه. هو قال الله تعالى: وهديناه النجدين، فيفتح له الطريقين، وهو الآن إلى أيهما أميل يأخذ حكمه. لذلك الله تعالى ماذا قال عن يهود بعدما فتح لهم أبواب الخير وأبواب الدعوة وفتح لهم باب الطريق إلى 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 مرضاته؟ فهم اختاروا الطريق الآخر. أما ثمود فهديناهم، نعم بينا لهم الحق من الباطل، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله تعالى عن يهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فاختاروا الأميل. وهذا أيضا رد على الجهمية كما قلنا، بأن ورد على الجبرية. الجبرية يقولون: لا فعل للعبد. ففي الحالتين في هناك فعل، شوف بطانة تأمر الخير تحض عليه، وبطانة تأمر الشر تحض عليه. فكأنه قال وأنه يعني والرد عليهم هنا في هذا الباب رد على القدرية في هذا الباب، نقول: ومع ذلك فالمعصوم من عصمه الله جل في علاه. إن أراد الله له العصمة ميل قلبه لأهل الخير والحق، وإذا أراد الله له فتنة ميل قلبه لأهل الشر والسوء بعدما بين له. يعني هو الآن الله تعالى يقيم عليه الحجة إقامة بينة، لأنه يبين له الطريقين ويبين له هؤلاء وهؤلاء، وهو الآن بينهما يعلم هؤلاء ويعلم هؤلاء، فميله هو الذي يجره، والله يحكم عليه بميله. فإن مال إلى أهل الشر وفقه الله في أبواب الشر وسد عنه باب الخير، ما يكون موفقا مسددا. وإذا مال لأهل الخير أغلق عليه كل أبواب الشر، وكل ما جاءه سبيل للشر قطعه الله جل في علاه، أو ضيق صدره منه حتى ينفر منه، فيفر هو إلى
أهل الخير، فيعطيه الله جل في علا حكم أهل الخير فيوفقه لأهل الخير فيفتح له أبواب الخير. لذلك قال والمعصوم من عصم الله، لذلك قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، إذا ما وفق إلا بالله جل في علا. وهذه أيضا رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يصنع لأفعال العباد شيئا بل العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وهذا كفر مستقل. لذلك القدرية ذمهم الشافعي ذما عظيما في هذا الباب وقال لا يصلى خلفهم، وأيضا قال خصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. وانظر هنا قال والمعصوم من عصمه الله، هذه لابد أن تقول إذن الله يختار من يعصمه ويختار من يفتنه. نعم صحيح، استغفر الله، هل يقال مثل ما قيل في الجبرية؟ هل هذا يعني يقولون نعم هو يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لكن هل يقال بأن المسألة تشهي؟ استغفر الله، أعوذ بالله من غضب الله، لا يمكن أن تكون المسألة بالتشهي، أعوذ بالله، إنها عن علم وحكمة. الله تعالى يعلم من كان أهلا للتوفيق فيوفقه، ومن كان أهلا للفتنة فيفتنه، وإن فتن الله تعالى وسقط من عينه لا يعود مرة ثانية. فلذلك الله تعالى يكشف عن القلب كلما ظهر ما في القلب للرب، والله يعلم، والله يعلم بمن يضله ومن يهديه، فكلما ظهر من القلب ما يكون فيه مادة الخير نماها الله جل في علاه وأعطاها قوتها ووفقها بأبواب خير، وأفضل ما يمكن أن يعطي الله في علاه المرء خيرا أن يجعله رفيق صدق وضرب، أن يكون صديق صديق كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمر بن الخطاب، أعطاه أبا بكر، أعطاه العشر المبشرين. فهو إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له رفقاء خير بل رفقاء صدق، ورفقاء الصدق هم أولى الناس بالسير، بهم تشق الطرق جدا وأيضا تسرع وتهرول، وهذه من الله جل وعلا، يكون اختيار من الله جل وعلا. لذلك العبد الذي يميل إلى رب جل وعلا لا يضام حتى ولو كاد له الناس جميعا، حتى ولو كاد له يعني الكل، فإنها في هذا الباب. نعم صحيح، الله الله يثبتنا رب على الحق. قال والمعصوم من عصم الله، وهذه كما قلت عن علم وحكمة، فمنهم من هدى الله فضلا منه ونعمة، ومنهم من حقت عليه الضلالة. لذلك إن وجدت الهالك فلا تأسفن عليه، إذا وجدت الهالك كلما جاءه النذير وكلما جاء وميد الحق له فتراه يسمع كأنه أبله، كأنه لا يعقل، كأنها تذهب هنا ثم تخرج من هنا سريعا، فلا تأسفن عليه فإن الله جل في علاه قد أهلكه. لذلك قال الله تعالى لنبيه تسلية، فلعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخ نفسك لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تأسفن عليه. نعم، والمعصوم من عصم الله، وهنا العصمة تكون من الله جل في علاه كما قلت كثير من الأمر، فقط أن يظهر في القلب صدق، فإن ظهر في القلب الصدق فاعلم أنه لا يضيع. نسأل الله يرزقنا الصدق ويخلص. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، قال باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقال أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا، وحرم بالحبشية وجبا. حرم يعني لا حرام على قرية، يعني حرام على قرية يعني وجب على قرية، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني وجب. قال حدثني محمود بن غيلان وهو من الثقات الأثبات، قال الله جماعة تفضل. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب المصنف الصنعاني اليماني. نعم. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي اليماني ثقة ثبت أمين، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر. قال ابن طاووس، ابن طاووس من الثقات، قال
قال عن أبيه عن طاووس الكيسان وهو من ثقات الأثبات من أيضا من عدلة تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابة حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. هنا ابن عباس يقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم، هو طبعا في روايات أخرى صرح فيها أبو هريرة قال القبلة من اللمم، في روايات صرح فيها أبو هريرة قال القبلة من اللمم، وقال ابن عباس ما أسعدني بما قاله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتى بهذا الحديث إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق ونفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق هذا أو يكذب، يعني مدار الأمر على الولوج، إذا دخل فقد وقع في الكبيرة وهي التي يحاسب عليها حسابا عسيرا. أقول في هذا الباب ما علاقة هذا الحديث بالقدر؟ قال كتب إن الله كتب، ومن مراتب القدر الكتابة، علم فكتب، علم فكتب. نعم رضي الله عنك جزاك الله خيرا. طيب ننظر في الإجابات الأخرى، أوافقوك أم خالفوك؟ سيدي الأمر الثاني أن القدر يعني فيه أيضا قطر الندى وافقتك في ذلك، قالت إن الله كتب الكتاب من القدر ومن قدرها. نعم وافقتك في وافقتك فيما قلت. نعم أتشرف سيدي. والأمر الثاني أن القدر مرتبط بعمل الإنسان، يعني الله لا يظلم الإنسان. قال والنفس تتمنى وتشتهي. سيدي قال أدرك ذلك لا محالة، القدر لا يفر منه. وأيضا قتل هذا قال في قولي مدرك ذلك لا محالة، استطاع ذلك حولا. جيد، الآن أنت رأسك ورأسها معا، ممتاز. سيدي قال وحرام وجب، حرم وجب، يعني مرتبة الإرادة. ماشي ماشي ممتاز. هنا هنا جابه برضو من عظيم قدرة الله وعزته كتابة السيئات على العباد تقديرا، نعم، وعدم الرضا بها شرعا ليختبر صدق إيماني. ممتاز جزاكم الله خير. هذا أيضا نتائج رائعة في هذا الباب، متفقة. نعم طيب اتفقت الكلمة. قد يقال هنا علاقة الحديث بالباب الرد على القدرية والرد على الجبرية. الرد على القدرية في قوله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. هم يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا أحد يتحكم في فعله، هنا يقول الله جل وعلا يدرك ذلك لا محالة، وهذا هو الشاهد الذي أردته، مدرك ذلك لا محالة. هذا رد على القدرية الذين يقولون الأمر أنف. والرد على الجبرية في هذا الباب من قوله، وطبعا قال مدرك ذلك فزين العين وزين النظر فيها من الوجهين في الرد على الجبرية، قوله زين العين زين اللسان زين المنطق، زين اللسان المنطق زين العين النظر. فين وجه الدلالة هنا؟ طيب سريعا سريعا سريعا، أنا متضايق جدا لهذا التلكؤ في أبواب ما ينفع يصح. أسماء رضي الله عنك أحسنتي وأجدتي رضي الله عنك. طيب طبعا أنه زنا العين، قال فزنا العين النظر، فهنا نسب الفعل للعين، إذا نسب الفعل للعبد، وهم يقولون كل الفعل للرب لا للعبد، العبد ما له دخل، نسب الفعل للرب هذا الجبري، فالله جل وعلا نسب الفعل للعبد هو الآن الجوارح التي تأتي بها، فزنا العين نسب الزنا للعين النظر، وزنا اللسان نسب الزنا للسان. نعم شهادة قال أثبت الجواحر، نعم هذا صحيح. فهذا الرد على الجبرية، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ونسب الفعل للفرج.
في قولي الله. أخرج أبو جعفر بن خزاد عن أبي عوانة وحديث أبي هريرة سلف قال شباب الأخير أخرج الطبراني في أوسط معاجمه. نعم. في قولي وحرام وجب، ووجب هنا يعني وجب عليهم أن لا يتوبوا. وقال أبو عبيدة لا، ها هنا زائدة، ويذهب أن حراما على بابي وأنكره البصريون أن لا تزاد إلا فيما لا يشكر. فقيل معنى أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يتوبون، الله جل لا يقبل إلا من التائب. قالوا الزجاج. وقال حرام في اللغة المنع، وقلنا حرام حقيقة الأمر في الحبشية أنها واجب، والمعنى هنا واجب عليهم أن لا يتوبوا. وحرام حرام معناهما واحد، وهما قراءتان، والتقدير وحرام على قرية أردنا إهلاكها التوبة من كفرهم. وهذا لأنه إذا قال شيئا لا عودة، الله تعالى إذا قال قولا لا يعود فيها. قال الله تعالى إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي تقدم في علم الله جل في علا قول نوح إنه لا يؤمن منهم غير من آمن. ولذلك قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأنك علمتني أنه لا يؤمن إلا من قد آمن. يقول ابن مسعود العينان تزنياني بالنظر، والشفتان تزنياني وزناهما القبل التقبيل، واليدان تزنياني باللمس، والرجلان تزنياني وزناهما المشي. وقيل الأمام الصغائر، وقيل النظر التي تكون فجأة. حقيقة كل ما يحدث من تقبيل أو ضم أو مباشرة، حتى لو مباشرة الفرج بالفرج دون الدخول، كل ذلك من اللمم. بقول النفس تمنى وتشتهد أن فعل العبد ما نهى الله جل في علاه عنه شهوة يضعف مع الشهوة، وقد يعذره الله جل في علاه، ومن تاب تاب الله عليه. قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني الفرج إذا 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 دخل الفرج في الفرج فهذا هو الزنا الذي يكون فيه تصديق الزنا ويسمى زانيا ويقام على الحد. لكن من قبل أو ضم ليس بزاني، والحسنات تذهب بالسيئات، كما قال الرجل فعلت كل شيء إلا الوط، فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال هذا قد غفر الله لك. وقال علي أقم صلاة طرفي النهار وزهر من الليل، الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال لي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. هنا قد ندى تقول أيضا فالعين تزني وزناها النظر فيها، هذا في رد على القدرية من باب خلق أفعال العباد، من خلق الجارحة خلق فعلها، هذا باللزوم هو لا يقبل منك اللازم أصلا، هو لا يقبل منك اللازم أصلا. هو يقول نعم خلقني الله، لكن لا سيطرة له على فعلي، هو يقول ذلك، يقول خلقه نعم خلقه، لكنه لا يتحكم في أفعالي ولا يخلق أفعالي، العبد هو الذي يخلق أفعال نفسي. كل ذلك لما ما العلة عندهم؟ لو عندي وقت لاختبرتكم فيه لأعلم عمق هذا الفهم عندكم. لما يقولون بذلك؟ يفرون من أن ينسب الشر لله جل في علاه. يقولون كيف هو يرضى بالزنا؟ أغبية، هو لا يرضى أصلا، هو قدرها كونا ولا يرضاها شرعا، فهو قدرها كونا اختبار العباد، كما قال شهادة في هذا الباب اختبار العباد حتى يميز الخبيث من الطيب، ولا يرضاها شرعا، وهم خلطوا. المشكلة في الجبرية والقدرية التخليط بين الأمرين، بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذه المشكلة عندهم، التخليط بين الأمرين. ما من شيء مكتوب إلا وسيقع، الرد على الجبرية والقدرية في حديث واحد، كتب الله على ابن آدم حفظه من الزنا، الإنسان قرين المعصية، ومن تاب تاب الله عليه، بطانة الخير مؤثرة وبطانة الشر تؤثر. لذلك كل من صاحب أهل الشر لابد أن يكون له نصيب منه، لابد، مهما كان صلاحه، إن لم ينأى بنفسه بعيدا عن أهل الشر وجب. وهذه المسألة الله تعالى دي سنة كونية، ما في الصاحب ساحب، حتى لو يبغض ما هو فيه ما دام مصاحبا له لابد أن يتأثر به، ولابد أن يسير معه على ما هو فيه، وإن لم يرضى لكن سيسير. فلابد من المفارقة التامة بينه وبين أصحاب الشر، لابد. وأيضا يعزم أمام الله على عدم العود، لأنه لو عاد إذن هو وضع نفسه في الأمور التي سيسأله الله عنها، لأنه أراد أن يوفقه فوضعه في محل التوفيق. فإن أبى على الله على محل التوفيق فالمسألة تكون عظيمة عليه. نسأل الله أن يثبتنا لك الحق. طب إذن الفرد المستنبطة تكون أكاملها، تكون في الدرس القادم. أعطيت واحدة أو اثنين أو اثنتين. العصمة من الله مداره على نقاء القلوب وصدقه. العصمة من الله مداره على نقاء القلب وصدقه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.